يبقى هذا الصيف صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن محرز سيستعد لعرض أو لرفض العرض المقدم من ليستر لتجديد عقده، حيث يرغب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في خوض تحدي جديد بعيدا عن حامل اللقب البريمير ليج. هذا وأكد الإيطالي كلاوديو رانيري مدرب ليستر سيتي الإنجليزي أنه واثق في بقاء مهاجم الفريق رياض محرز. قال رانيري في تصريحات نقلها موقع 442 أنه واثق جدا من بقاء محرز مع ليستر، أنه سعيد مع المجموعة ولا